لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا مروحة سقف هنعمل لها صيانة. مشكلة المروحة اللي هي معانا النهاردة إنها بتزيق وبتعمل صوت جامد قوي قوي، ما تخليكش تعرف تنام ولا أي حاجة. هنبتدي نفكها ونصينها مع بعضنا. ومشكلتها عامة بتبقى رمان البني بيبقى فيه مشكلة. هنفك المروحة وهنشوف هنغير رمان البلي ازاي وهنصلحها ازاي. اول حاجة طبعا هنفك الريش، طبعا بعد كده هنبتدي طبعا نفك الجسم بتاع المروحة علشان نوصل لرمان البيت. طبعا في ناس بتحط زيت علشان الزيت دوت مثلا ايه يقلل الصوت بتاع رمان البلي، ولكن لما تكون رمانة البلي بايظة ما بينفعش الطريقة دي، لازم تتغير رمان البلي نفسها. ده طبعا واير عشان لو حصل اي مشكلة يبقى متشال على الواير ده نظام امان، يبقى نظام امان. زي ما انتوا شفتوا كده بنعمل قرصة من ناحيتين تخرج معانا. طبعا رمانة البلي اهي زي ما انتوا شايفين محروقة خالص اهي، دي هننطرها. دي هننطرها طبعا بأي حاجة وهنشوفها وهنغيرها. سامعين صوتها؟ بايظة خالص. هنفك الملف خالص عشان نغير الاتنين رمان بلي مع بعض، ما نقعدش نفتح كل شوية. طبعا احنا يبقى هي صيانة مرة واحدة. طبعا هناخدها بقى على المنجلة ونفور البلي دوت ودوت، يعني اصفر اصفر كوندنسر وبني مروحة سرعة مع ابيض، مع ابيض كهرباء وأبيض سرعة مع بني كهرباء. الأبيض أهو، وهنشيل البني مع أصفر كوندنسر. والأسود مع الكوندنسر، الأسود اللي جاي مع السرعة مع الكوندنسر.
كده طبعا الملف هو فاضي مع رمان البلي. هنبتدي ننطر رمان البلي ده واحدة واحدة. طبعا ده بيعوز زراجين، بس انا ما عنديش زراجين هنا، فايه هحاول اطلعه كده يدوي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد ما اشترينا رمان البلي. رمان البلي يا جماعة انا اشتريته نوع ياباني زي ما انتم شايفين، النوع ده ياباني اصلي. النوع دوت عامل الواحدة 35 جنيه، الاتنين عاملين 70 جنيه. وفي انواع تانية صيني في البلية ب20 جنيه، والاتنين ب40 جنيه. بس انا حبيت طبعا احط الياباني علشان يعيش معايا. دي رمان بلي ياباني اصلي اللي بيبيعوا منتجات الاجهزة الكهربائية وقطع غيار الاجهزة الكهربائية عندهم الصيني. رحت لهم لقيت عندهم الصيني، مرضتش اجيبه. البلية ب20 جنيه، الاتنين ب40. فروحت الواحد بتاع قطع غيار سيارات وموتوسيكلات، فايه لقيت عنده الياباني الواحدة ب35 جنيه، الاتنين ب70 جنيه. جبتهم معايا دولة القدام اللي احنا كنا شايلينهم طبعا زي ما انتوا شايفين. سمعتم صوتهم في اول الفيديو، صوتهم بيزيق ويخليني صوت المروحة مزعج جدا. هنبتدي نقفل معاكم ان شاء الله المروحة زي ما انتوا شايفين. احنا فكناها قطعة قطعة زي ما انتوا شايفين كده علشان نوصل للرمان البلي. هنبتدي نجمعها تاني مع بعضنا. اول حاجة هنعملها هنركب رمان البلي في مكانه. طبعا الرمانتين في اي اتجاه هيركبوا. اللي من هنا دي بتبقى الرمانة على الوش، واللي من هنا بتنزل في الاكس لحد ما تصد هنا. اول حاجة هنشحط رمان البلي اللي معانا اللي هي ديت زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نشحطها بالطريقة دي في النص على الظرف من النص هنا. ودوت رمانة بلي قديمة بنجيبها هنا تكون أوسع سنة، ونبتدي نأمن عليها. طبعا عشان أنا قاعد جنبكم هنا على التاجرة، انما انا المفروض اطلع عند المنجلة فوق وابتدي امسك واشحط الرمان البلي. بس دي احنا بنعملها مع بعضنا هنا، في ايه قلت مش لازم اطلع وانزل. زي ما انتوا شايفين هنا كده رمان البلي على الوش اتشحطت على الوش. هنبتدي نشحط التانية. هنجيب رمان البلي التانية، هتجيب رمان البلي التانية اهيت معانا نفس الماركة ياباني، وهنبتدي ننفذ منها الأسلوك وننزل بيها كده لحد المكان الشحط بتاعها. وهنبتدي نجيب رمانة البلي الأكبر دي شوية، وهنبتدي نشحط جنب ده حبة، هنا ضربة وهنا ضربة كده. شمال كده لحد ما تنزل في مكانها كده. شحطنا يا جماعة اللي هو الاتنين اللي معانا في البليت، شحطنا البليتين. هنبتدي نقفل الحاجة بتاعتنا ونبتدي نوصل وصلات الكهرباء. بعد كده طبعا بنركب الطبق بتاعنا اللي هو ده ليه مكان اللي هو اشيله تاني. ده
ده الداير دوت اللي هو بيشتغل جواه الملف، ليه مكان طبعا الرجول هنا، في شطف هنا في الرجل اهو لو انتوا شايفينه، الشطف دوت ليه هنا بيبات في المجرى دي. بعد كده بنبتدي نجيب الطبق التاني ونركب الطبق بتاعنا ونشحطه في البلية. تمام كده نبتدي بقى نركب المسامير بتاعتنا ونربطها عشان تبقوا عارفين. عندنا هنا الإخرام متقسمة لتلات أجزاء، أول جزء اللي هما الست مسامير بتوع الريش دولت، خلي بالك ما تربطش في المكان بتاعهم، يعني تبتدي تظبط. شايف في هنا دول الاتنين بتوع الريشة جنبهم الواحد، دول الاتنين بتوع الريشة جنبهم المسمار اللي بيمسك الداير ببعضه، والمسمار اللي على الجنب ده الرفيع خالص ده اللي بيمسك اللي هو الجراب البلاستيك. هنبتدي نربط مع بعضنا. نبتدي نربط الداير بتاعنا كله وبعد كده نبتدي نقرط عليه. كده احنا قرطنا زي ما انتوا شايفين يا جماعة، الصوت كله راح مبقاش في صوت اهو. نبتدي طبعا نركب الجراب البلاستيك بعد كده في مكانه وعلى مساميره. خلينا المسامير بتاعت الريش في المكان الفاضي ده. بعد كده يا جماعة بنجيب الأسلاك الكهرباء بتاعتنا بنبتدي نجمعها مع بعضها زي ما وريتكم في أول الفيديو. نركب الأبيض السرعة ده مع الكهرباء، هنجيب ده سلك الكهرباء بتاعنا اهو راكب في الروزيتا. هنبتدي نجيب الأبيض ده مع الكهرباء، مع فردة كهرباء. وهنربطها بالمفك الدس. وهنبتدي نجيب الفردة البني السرعة دي برضك مع فردة كوندنسر. وبعد كده نحط فردة البني والفردة الكوندنسر مع الفردة كهرباء. وهنجيب فردة السرعة السمرة دي مع فردة الكوندنسر اللي فاضلة. وادي المروحة يا جماعة بعد ما ركبناها بنبتدي نجربها. السرعة الأولى والتانية والتالتة
وادي الرابعة والخمسة. وبكده نكون خلصنا الفيديو، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، واللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.